وقال جمال إيمينكي رئيس أركان البيشمركة أنه لم يتم الاتفاق على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك أو المناطق المتنازع عليها، وهناك أمور تم بحثها في لقاء اليوم وأخرى تم ترحيلها إلى اللقاءات القادمة. لحد الآن احنا مناقشاتنا كان على مراكز التنسيق المشترك. بقية المواضيع للمناقشات والمواضيع تتحول إلى الاجتماعات القادمة. ما تم تحديد مناطق ستنتشر فيها لحد قوات البيشمركة؟ لحد الآن فقط المراكز التنسيق المشترك كانت منظمة مناقشات.